متر كيوب. Une opération gérée par l'ANG et on reproche les procédures administratives de l'ANG. Il y a aussi l'opération de réaliser un circuit intercommunal à Belmondé qui va résoudre une partie de notre problème en matière d'intéressement. Il y a la partie ouest, et la configuration de l'Angara qui est composée de 24 communes. Je veux les 24 communes au Chabon. Après le CET de Randesso. C'est la partie As de la Wilaya. Celui de Tarf, Tarf, il est saturé. Celui de Zereza, il est fermé. Donc pratiquement. Pratiquement, c'est les, la partie, toute la partie ouest de la Wilaya. Marahi, Andesh. Bon, il y a un CET qui est en projet. Il va être au stade de l'étude. Vas-y, parmi les deux problématiques que tu as évoquées. Donc, c'est le projet de Belmhid. Donc, tu fais le Hunaya, quand j'ai un malien, on a le sol dans le cycle qui est un petit peu à l'aise. Par contre, le reste de la wilaya est du côté de. Donc, la wilaya, elle est en gros, l'échelle est à la wilaya. Je suis à Femtina ou Chabina. Donc, je suis. Très bien. أعطيك الصحة سيد الوالي، سيد المدير نشكرك، يعني أعطيت لنا نظرة أو ملخص عن الوضعية الوضعية الإشكالية تاع الولاية سيد المدير أعطانا أولا عن الوضعية تسيير النفايات يعطيك الصحة أولا وزيد سيد الوالي يعني الرسالة كانت مفهومة وكانت واضحة يعني تزيد حتى وانا قلت لك خليها قلت الاولى معليش معليش كملها دونك لهنايا بروجي دو بوحجار بوحجار De Bouhajjar et celui de Belmhidi. C'est des opérations déjà inscrites. Malheureusement, c'est des opérations jolies. Jolies. Et bien, notre boulot, notre boulot, pour d'abord, pour le dégel des deux, et plus particulièrement, c'est celui de Boubahajar parce que garde la partie de Bouhajar. C'est pour ça qu'on a programmé un point de visite là. Donc, garde la partie où tu fais un peu. Donc, l'appui de notre Bouhajar, le Maali, le Seyyid al-Wazira, c'est que nous avons parlé de Dejan. Comme on a parlé de Dejan, il y a une deuxième phase de l'équipe. Parce qu'une opération inscrite avant 2015 avec une enveloppe de 18 milliards de centimes, اليوم ما تقدرش دير لنا دوك نشوفوا الاشكاليه في بلمهيدي كذلك دونك لما نتكلم على هذا نتكلم على ديجال اي بار كونسيكون اوسي نتكلم على رياجيستومون بور لوبيراسيون كيقول رياجيستومون اولا نعاودوها نشكرك سيد الوالي انت راك وضحت لنا الاشكاليه والمنتظر وسيد المدير البيئه ورانا ثاني الوضعيه تاع تسيير النفايات باش يعني ملاحظه بالنسبة لتسيير النفايات، يعني مشكل ماشي غير ولاية طارف، جميع ولايات الوطن وجميع دول العالم راهي تشكي وتعاني تحدي تاع شكرا من تسيير النفايات، لكن بدرجات مختلفة وبدرجات متفاوتة. الحل الأول يعني العنصر الهام الأساسي هو مخطط تسيير النفايات، وشيما ديريكتور، على بالي بالنسبة للبلديات أو راهي تتوفر على لو شيما ديريكتور مخطط تسيير النفايات، لكن حسب معلوماتي الفو لو غياكتواليزي. مع المتطلبات الحاليه وحنا كوزاره البيئه عندنا لاجونس ناسيونال دي ديشي او الوكاله الوطنيه للنفايات اللي راهي ترافق الجامعات المحليه من اجل التكوين والمرافقه كومو اتر سور لو تيغ يعني هذا اون انسيست لي كيلفو ريكتواليزي اي فو اكتواليزي باسكو سي اون با ان مخطط او شيما ديريكتور لا جيستيون دي ديشي اون بوغا با ما نقدروش. النقطة الثانية راكم فهمتوني بلي غير لو كوتي است كي بريسك
desservi, le côté ouest, سيرتو هذا لا ريجيون است على بالك لا ريجيون است بماذا واش تتميز من مناطق الرطبه فيها كاتر لاك دو فيها دو باراج تروا كل هذا يحتاج لا ريجيون كامله نتكلم لا ريجيون است هذه سيرتو يحتاج استاسيون ديبيراسيون باش نعاود الرزق حتى السلاله تاع المياه ايبيري للاغريكولتور دونك حتى هذه حنا مقترحين للحكومه على انهم يعاونونا في لاسكريبسيون ديال ستاسيون ديبيراسيون لهنا في لازون هذه على الاقل نورمالمون بور لا ولايه دو طارف نورمالمون على الاقل هي تروا ستاسيون ديبيراسيون مي انا تكلمت على لا ريجيون هذه باسكو المياه راهي تلوث في لي لاك هذه على بالك محميه طبيعيه وراه يتلوث في الفلاحه وراه يتلوث وراه يتلوث دونك مادام في نفس السياق اللي تكلمت عليه دونك احنا الرافع من اجل تسجيل الرافع من اجل تسجيل محطه السياح نتاع المياه المستعمله وكذلك بالنسبه للسيولتي للديشارج كونترولي هذا من بين مخرجات مجلس الوزراء امبارح من بين قرارات السيد رئيس الجمهوريه هو الاتجاه ايضا نحو رسكلة هذه الانواع من المياه
المحافظة عليها، لأن المشكل تاع المياه مشكل أيضا ليس وطني ولا إقليمي، مشكل عالمي يعني. أو نتمنوا اليوم غير نتمنوا نرفعوا ما لا هذا هو. هذه هي الإشكالية تاع الولاية، وهذه النظرة تاع السلطة تاع المياه. يعطيك الصحة. دونك هذا هو إن شاء الله نسعى من أجل جميع الناس. إن شاء الله مع بعضنا إن شاء الله. كل متهني وهذه البلاد فيها. عايش كحوش. لازم تطبقوها على ارض الواقع. والله راكي تسمعيني، هذه المسرحيه لازم تطبقوها على ارض الواقع. داكو صح، لازم نطبقوها. على بالي الفو دي مويان الفو دي كولور هذوك باش يتعلموا ديجا هما باش يوالفوا، باسكو الجيل هذا اللي راه مقتنع خير منا، خير منا كامل. هو راه مقتنع بضرورة الحفاظ على البيئة لأنه مستقبلهم. داكوغ هكا فهمنا؟ اه. وبصح تاني ما تزيدوش ترميو بقايا الأطعمة تاني. اه وي. وشنو؟ على بالك بها؟ وين؟ واش نديرو بهم بقايا الأطعمة؟ نديرو بهم التسميد. داكوغ؟ ديروهم فيتامين للتراب، فيتامين للتراب. داكوغ؟ داكوغ؟ أوكي. باي باي. باي باي. صحيت. باي باي. باي. هذه في حملات النظافة، في حملات التشجير، محافظة على البيئة، لأنه في شعار الكشافة الإسلامية الجزائرية الكشاف يحب البيئة ويرى فيها مخلوقات الله. محلية على مستوى ولاية القارف بناء على الاتفاقية الوطنية ما بين القيادة العامة للكشاف الإسلامية ووزارة البيئة والطاقات المتجددة. هذه الاتفاقية تدرج في إطار الحملات التحسيسية وكذلك حملات محافظة على البيئة وتفعيل النشاطات الرسكلة بالتنسيق مع مصالح البيئة لولاية القارف.